كابتن نبيل محمود معانا على الهاتف. اهلا بيك يا بلبل. حبيبي يا كابتن طارق، الله يبارك فيك يا كابتن طارق. مليون وانا زيك والله، لسه بحضر اقول لك. انا فرحان لاهل السويس والله. لا صحيح كورة، صحيح بتعشق الكوره، بتستنشق الكوره، الميه والهواء بالنسبه لها الكوره. لا والله يا بلبل انا سعيد طبعا. انت مدرب ما شاء الله النهارده، ادارت طبعا علي ماهر مدرب كبير، وفرقه فيوتشر فرقه كبيره جدا، وعشان كده الفرحه كبيره في السويس، والفرحه عندك كبيره، واحنا كزملكاويه طبعا يعني متعاطفين معاك ومع السويس، لان السويس دي بلد زملكاويه برضو، فاحنا متعاطفين معاك يا بلبل، لان انت مدرب كبير النهارده، ادارت المباراه بشكل محترم جدا، تغييرات الحقيقه في توقيتاتها، حتى اختيارك للعيبة لسداد ضربات الجزاء كان هايل جدا. الولاد الحمد لله ما شاء الله ما فيش واحد فيهم جلة. والله يا كابتن طارق الحمد لله. اولا وطبعا فريق فيوتشر طبعا فريق كبير، وكابتن علي وجهاد وفريق محترم وجهاد محترم، وماتش كان كبير عليا قوي يا كابتن طارق لسبب واحد برضه، عشان الناس تعرف انا لعبت الترسانه الجمعه، لعبت الاتصالات الثلاث، لعبت النهارده ثلاث ماتشات جامدين قوي في 8 ايام مثلا، 8 ايام 9 ايام. كان عندي جهاد كبير والله يا كابتن طارق، عندي لعيبه كمان مصابه، عندي نجوم في الفرقه عندهم شد من مباراه الترسانه لحد النهارده ما رجعوش. فالولاد والله كانوا مجاهدين قوي يا كابتن طارق، عشان كده انا اضطريت ادافع برضو. قسمنا الماتش زي ما حضرتك مدير فني كبير وعارف، دافعت عشان برضو اقدر امتص الهجوم بتاع فيوتشر وشغل فيوتشر. ومعانا كابتن طارق والله في الجهاز الفني معانا محلل اداء، اجتهدنا يعني اجتهدنا في ظل الظروف اللي احنا فيها. بنحاول مع اللعيبه بكل طرق الاستشفاء المتاحه لينا في السويس. الجهاز الفني يا كابتن كابتن نبيل، مين معاك الجهاز الفني؟ قول لي الاجهزه عشان حقهم يتقال برضو في معايا الكباتن احمد اينو، ومعايا الكباتن حسام حسن ومحمود فتحي، ومعايا جهاز اداري سامح عناوي واحمد فوكت، ومعايا كل الجهاز الطبي المعاون، ومعايا امير خليفه ده كابتن طارق محلل اداء محترم يعني والله. وبالصدفه يعني زملكاوي بقى يعني حبيبي بقى طبعا. ايه السويس كلها زملكاويه يا بلبل يعني. طبعا يعني محافظه جميله، وبنشتغلنا والله كابتن طارق على برضه فيوتشر ماتشاتها موجوده انت عارف حضرتك، اجتهدنا وفرجنا اللعيبه وحطينا باللعيبه حته الثقه ان انت انا ليا ذكرى في الملعب ده يا كابتن طارق برضه، اشتغلت في كاس مصر فيه مره والحمد لله وفقت فيه. فانا داخل الملعب النهارده كل طموح وكل حماس، والحمد لله حتى لما جت ضربه الجزاء كنت هادي بين الشوطين معاهم، هديت اللعيبه وقلت لهم انتوا الاحسن، احنا يعني اتشاط علينا كورتين وضربه الجزاء، احنا وصلنا للمرمى كتير، ولكن النقص العددي بتاع المهاجمين برضه. انا مش من طبع الدفاع والله يا كابتن طارق، ولكن غصب عني كنت في فتره بدافع يعني غصب عني. ما انا كنت لسه هقول لك يا كابتن نبيل يعني انت مش هقول لك بقى توقعت المكسب او بتاع، لا انا هقول لك ازاي عديت الفريق لهذه المباراه نفسيا، من الناحيه النفسيه ان انت بتلعب بفرقه وناقصه لعيبه زي ما انت قلت، وفنيا المفروض ان فيوتشر اعلى، اللعيبه اللي موجوده هنا موجوده اعلى من عندك، لكن انت قدرت المباراه بشكل جيد، ولعيبتك الحقيقه كانوا متالقين بشكل جامد جدا. ازاي انت عديت هذا الفريق لهذه المباراه وقدرت تصعد لدور 16؟ والله يا كابتن طارق بقى لنا تقريبا 3 ايام بالظبط يعني بنمهدين اللعيبه وبنعمل معاهم اعداد يعني جماعيه بدون فيديو، واعداد بالفيديو، محاضرات على فريق فيوتشر، محاضرات ليهم سلبياتهم وايجابياتهم، ويعني انا بقول لهم انتوا بتلعبوا باسم محافظه كبيره. فتصدق ان انت لعيب كبير، تصدق ان معاك مدير فني يعني الحمد لله حمل بطولات مع نادي الزمالك ومع منتخب مصر، وثق في جهازك، واحنا هنقدم الجيم مع بعض، احنا عارف ان احنا مرهقين، لازم ما نتعافاش على الكوره، لازم ما نجريش بالكوره بين الشوطين، في شويه تعليمات كتيره كانت طارق عشان يعني برضه ما تنساش حضرتك والمشاهدين. الحمد لله اشتغلنا الجهاز المعاون كله، بقول لحضرتك محلل الاداء ده جاب لنا فريق فيوتشر يعني شغل والله عالي يا كابتن طارق. بس طبعا التوفيق طبعا اولا واخيرا ده بتاع ربنا، كل طبعا الناس بتجتهد وكل الناس بتحاول، ويعني انا بحاول اجتهد بالنادي بتاعي، نادي كبير ولاعيبتي لعيبه محترمه، ولكن هم ظروفهم يعني احنا بقى لنا حوالي 20 يوم بس يا كابتن طارق مع بعض وما كملناش الشهر، يعني بقى بثلاث اربع مباريات ورا بعض، يعني لعيبه فعلا والله مجهده جدا، يعني كان نقدر يا كابتن طارق يعني انا بس اقول لمين بقى خلاص كنا نقدر ندق ماتش الثلاث ده، حتى عندنا 40 45 يوم تقريبا ايقاف في رمضان، انا عندي اضواء، كنا لعبنا الماتش اللي في النص ده في رمضان، ولكن هو ده جدول محطوط واحنا ارهقنا، ولكن الحمد لله
الحمد لله والشكر لله اللعيبه كانوا رجاله، وكنت مصر اليوم ان احنا هنكسب حتى واحنا مغلوبين بنشتتين. والله يا كابتن انا عجبني يعني عجبني اللي سدد اول ضربه جزاء، لان دي اصعب اول ضربه جزاء طبعا. انا على فكره هو اللي جاب ما انا لسه كنت هقول لك، هو حط ضربه الجزاء في المباراه هي اصعب. ليه؟ لان هو شايط واحده اثناء المباراه. وبص يا كابتن، المدرب الحراسي احنا سامعينه بيقول له على شمالك، واللعيبه احنا مجهزينه من امبارح متمرنين كلها ضربات، كل اللعيبه على ضربات الجزاء. ولكن باسم ده لعيب محترم جدا على فكره، مش هو لوحده. لو حضرتك ركزت في لعيبه كويسه قوي في الفريق. لا وكوكو كمان، وكوكو ما شاء الله حارس مرمى مميز، خبره كتير قدر ان هو الفريق كله النهارده. والله يا كابتن كانوا نجوم، وكل واحد ادى دوره المطلوب منه في حدود ان احنا نكسب المباراه، والحمد لله. طيب يعني هم عملوا اللي عليهم وكانوا رجاله. طيب.